السلام عليكم سيداتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، في صحه جيده. كما كتشوفوا وصفه اليوم هي هاد لو كاتو اللي غنديروه بهاد لو كلاصاج او شوكولا. كيجي رائع رائع جدا، وفيه مكونات اللي متواجده في اي بيت. ولا كنتم مهتمين سيداتي بهاد الوصفه، خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير سيداتي هي سهله جدا، كنعبروا بملعقه. كما كتشوفوا عندي هنايا 10 ملاعق كبيره ديال الدقيق الابيض اللي غادي نغربلوه، يكون خاص بالحلويات. وعندي هنايا واحد الكيس ديال الخميره كيماويه تكون فيها واحد 8 غرام. وعندي هنايا كيس ديال سكر فاني. وعندي جوج ملاعق كبيره ديال الكاوكاو، من الاحسن يكون من نوعيه جيده. وعندي بيضه واحده. وعندي هنايا سكر كاس شاي ديال سكر خشن، وخمس ملاعق كبيره ديال الزيت العاديه. وبالنسبه للماء عندي هنا 240 مللتر اولا كاس كبير ديال الماء. خليكم معايا باش تشوفوا طريقه التحضير. وعلى بركه الله كنضيفوا الماء، كاس ديال الماء مع السكر، وكنضيف بيضه واحده مع سكر فاني، كيس ديال سكر فاني، وبودره الكاكاو اللي فيها زوج ملاعق كبيره. وكنخلط بهذا لو ميكسور، لو برا ميكسور، تقدروا تستعملوا غير الدراب اليدوي. من بعد ما كنخلطهم جيدا، دابا كندوزو المرحله باش كنضيفوا الزيت، وكنضيفو الدقيق ضروري كتغربلوه. كما كتشوفو كنضيف غير شويه بشويه، وكنخلط اون ميم طون بواحد. كنحصل على هذا القوام. وبالنسبه لهاد لي بيبيت دو شوكولا اختياريين، ماشي ضروري في هاد الوصفه، انا كنضيفهم كيعجبوني. ومن بعد ما ساليت الخليط كناخذ لو مول ديالي اللي فرشت ليه ورق الطبخ ودهنته مزيان بالزبده والدقيق صافي، وكنكب عليه الخليط وكندخلو الى الفرن اللي ديجا نكون سخناه على درجه حراره 180. غير كنشوفو الكاطو ديالنا طلع، كنفيريفيو بواحد لو كوردون، الى خرج لنا نقي كنعرفو بلي راه الكاطو ديالنا طاب. ندوز باش نحضر معكم لو كلاصاج اللي غنديروه بالشوكولا. كما كتشوفو انا عبرت بهاد الزلايف صغار، وانتم تقدروا تعبروا باي كاس عندكم اولا اناء فحال هكا. عندي كاكاو، سكر، والزيت العاديه، والحليب. المكونات سهله جدا. غادي نبداو على بركه الله، كنضيف الحليب والكاكاو ومن بعد السكر. وبالنسبه للزيت كنخليوها حتى كنخلطوا هاد المكونات مع بعضها، عاد كنضيفوا الزيت تدريجيا. وهذا هو لو كلاصاج ديالنا. كما كتشوفوا من بعد ما كنخلطوه جيدا كيبدا كيتقال يعقد، وكيجي رائع في المذاق، وحتى في الشكل كيجي كيعطي واحد اللمعه زوينه. بعد ما كيطيب لنا الكاطو ديالنا كنخرجهم من الفرن، كنحصلوا على هذا الشكل. ودابا غادي ندوز المرحله باش ندير لو كلاصاج من فوق الكاطو. كما كتشوفوا انا درتو غير من الوسط، وكنحاول نقدو غير جنبات بواسطه ملعقه اولا انسباتول، ونقد مزيان دوك الجوانب، يعني كنغلفهم بلو كلاصاج ديالنا. طريقه سهله جدا، وما كندخلهاش للثلاجة لان هاد لو كلاصاج ديجا كيكون عاقد.
معتزين سيداتي، لكم الاختيار، ديروا داكشي اللي متوفر عندكم وتبدعوا كيف ما نتوما بغيتوا. انا كيف ما كتشوفوا درت ديك شوكولا في الجوانب اللي فيها لون بني وابيض واسود، كنديرها غير من الجوانب ديال الكاطو، كان هذا هو الشكل النهائي كما كتشوفوا. اختاريت انني ندير واحد دو سيكار في الجنب ديال الكاطو مع ماكارون، واحد الخطوط اللي درتها بالشوكولا البيضاء. ونتمنى ان هذا الكاطو يكون نال الاعجاب ديالكم سيداتي، وكنقول لكم جربوه لانه فريمون كيجي لذيذ جدا وفيه مكونات اللي متواجده في اي بيت. نتمنى ان هذه الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وشكرا على المتابعه. ولا عجبتكم وصفه اليوم سيداتي، ما تنساوش خليو لي تعاليق ودي لايك باش تشجعوني اكثر واكثر. اللي ما اشتركش في القناه اشترك باش يوصلها وصفاتي الجديده. كنقول لكم حتى المره الجايه ان شاء الله. مع السلامه.